السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من رياضيزيا. النهاردة تكملة الكورس بدأ من فترة بعيدة، حوالي سنتين تقريبا بالظبط. بإذن الله هنكمله وننزل فيديوهات باستمرار في الجزئية ديت. الكورس هو Differential Equations، أخدنا في جزئية كده قديمة اللي هي بداية الشانل ديت، كانت 5 فيديوهات. الـ5 فيديوهات دول عن الفيرست اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشنز. النهارده بقى هناخد ايه؟ هناخد السكند اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشنز، وهيكون على فيديوهين ثلاثه حسب المواضيع اللي هناخدها في الموضوع دوت. تمام. شابتر جديد وجزئيه جديده، صحيح معتمده على شويه مفاهيم اتاخدت، ف اللي يلاقي نفسه في حاجات مش واضحة في وسط الكلام ممكن يشوف الفيديوهات القديمة، هتساعده بالذات الفيديو رقم 1 و2 في الجزئية بتاعت الفيرست اوردر. يلا بينا نبدأ. اول حاجة تعالى نقرا كده العنوان بالراحة كده وبمزاج. مكتوب ايه؟ مكتوب second order ordinary differential equations with constant coefficients. يبقى احنا اللي هناخده النهاردة دوت هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. جميل. يبقى أول حاجة، طالما هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية، إيه اللي نلاحظه؟ إيه اللي يتلاحظ؟ إن تلاقي هنا في أوبريتور من الدرجة الثانية، يعني كأنه مشتقة ثانية، والواي دي هي الفانكشن. يبقى الواي دي اللي متكررة هنا وهنا هي الفانكشنز. يبقى مجرد ما لقيت تفاضل من الدرجة الثانية أو سكند ديريفاتيف، يبقى دي كده سكند أوردر أوردينري ديفرنشال إيكويشنز، سكند أوردر ديفرنشال إيكويشنز. جميل. طب ايه تفسير كلمة ordinary المكتوبة هنا دي في العنوان؟ تفسير كلمة ordinary ان تلاقي دوت total differentiation، يعني ما تلاقوش العلامة مايلة كده بارشل. طب هل هو ده التفسير؟ لا طبعا، احنا هنقول التفسير شوية علامات. لا، التفسير ان الواي ديت function بس في الاكس، الواي دي function في الاكس فقط، عشان كده متفضلة بالنسبة لاكس بس. لو كانت الواي function في الاكس واي حاجة تاني، مثلا اكس واس، اكس ومثلث، مجرد فانكشن في اكتر من فاريبل، يبقى مستحيل العلامه دي هتبقى واقفه كده ومعموله شبه حرف الدي، هتلاقيها مايله ومعموله بارشل. طب هتلاقيها مايله عامله ازاي؟ تلاقيها معموله كده بارشل باي بارشل كذا. طبعا الخط رايح في داهيه، ثانيه واحده اهي، حاول اعملها لكم. هتلاقي بارشل كده باي بارشل باي بارشل اكس، دي كده اتنطق بارشل بارشل اكس، معناها ان الداله اللي هتبقى هنا دي داله في اكتر من متغير. الحته دي هتلاقيها برضه قايلها بتفصيل في فيديو من الفيديوهات الخمسة اللي قدام. جميل. تعال نكمل، احنا بنقولها بمزاج وبراحتنا، يعني الفيديو طلع طويل نقصه براحتنا. طيب فسرنا التفسير دوت، تعال نكمل. لقيت هنا الكوفيشنتس اللي هي المعاملات، لقيتهم كونستانت، يبقى ديت ايه؟ كونستانت كوفيشنت. جميل قوي. بص بقى الحته دي، بص الحته دي، طبعا كاتب لك الاي والبي والسي، دول كونستانت. لو الاف اوف اكس، لو الاف اوف اكس بزيرو، يبقى ديت هوموجينيوس سكند اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشنز، يبقى دي هوموجينيوس. تمام. ونفس العنوان ده يتكرر تاني. لو الاف اوف اكس مش بزيرو، يعني الرايت هاند سايد مش بزيرو، يبقى ديت كده نون هوموجينيوس، ودي لوحدها حوار لوحده، ده موال وليها شويه طرق وحاجات. جميل. ماشي. طيب يبقى مفهوم الهوموجينيوس ونون هوموجينيوس عرفناه، اللي هي تلاقي الرايت هاند سايد يا اما بزيرو يا اما مش بزيرو. الفيديو بتاع النهارده بقى، الفيديو بتاع النهارده هو الهوموجينيوس سكند اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشنز. يبقى الاف اوف اكس دي هتبقى بزيرو، كل المسائل اللي هنحلها هتلاقي ان الرايت هاند سايد دوت مش موجود. تمام. ودي هتبقى خطوه في الجزئيه اللي جايه اللي هي النون هوموجينيوس. خلينا ماشيين ستيب باي ستيب. يبقى الفيديو بتاع النهارده ده سكند اوردر هوموجينيوس سكند اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشنز، يعني الرايت هاند سايد ده بزيرو. ده بيتقسم كام حاله؟ بيتقسم 3 حالات هنشوفهم ونشوف الدنيا بتاعتهم ماشيه ازاي ونتاكد منهم كويس، لان دي هتكون ستيب في النون هوموجينيوس اللي هي الفيديو اللي جاي باذن الله. نكمل. دلوقتي هنبتدي بقى ايه؟ نشوف الطريقه اللي هنجيب بيها الحلول بتاعه الهوموجينيوس
differential equations. الحل بتاع الهوموجينيوس differential equations دوت بيتسمى complementary solution، اللي احنا هنديله الرمز بعد كده YC. تمام. طيب اول حاجة الحلول، يعني انت الانون هنا هي الواي. تمام. هيطلع الحل بتاعك ثابت في دالة function مسميها y1، زائد ثابت تاني في function تانية مسميها y2. y1 و y2 دول ليهم شوية خواص هقولهم لك عشان يبقى انت معاك المعلومة كاملة، وفي وسط ما احنا بنحل المسائل ما بنتعرضش للجزئية دي الا في طريقة اسمها الفاريشن. تمام. بس انا هقولها دلوقتي من باب ان ايه المعلومات تبقى معاك كاملة، يبقى انت معاك الجزئية كاملة مش فكرة حل مسائل وخلاص. ال y1 وال y2 دول بنتست عليهم خاصية ال linearly independent او linearly dependent. تمام. اللي عمل الطريقة ديت عالم اسمه رينوسكي، دوت بوليش ماثماتيشن. تمام. بنعمل محددة 2 في 2 عبارة عن ايه؟ عبارة عن الحلول اللي انت بتكون جايبها، اللي انت هتجيبها. اقولك الطريقة اللي بتجيب بيها الواي 1 والواي 2 دي الحلول اللي هتطلع، تروح حاططهم في المحددة هنا وحاطط التفاضلات بتاعتهم في الرول اللي تحت، تبتدي تفك محددة عادي، هيبقى واي 1 واي 2 داش واي 2 واي 1 داش. تمام. لو الدبليو دي، الدبليو دي جاية من رونسكيان، من الاسم يعني، لو طلعت بزيرو، لو الدبليو طلعت بزيرو اهي، لو الدبليو طلعت بزيرو تبقى الحلول ديت ديبندنت، يعني الحلول دي معتمدين على بعض، يعني يجي بدلالة بعض. لو الدبليو ما طلعتش بزيرو يبقى الحلول دي بتبقى linearly independent. جميل. طيب ماشي، حلو قوي. طب دلوقتي انا عايز اعرف اجيب ازاي ال y1 واجيب ازاي ال y2، هي دي بقى النقطة بتاعت النهاردة. عشان تجيب ال y1 وال y2 بتفرض ان الحل بتاعك بالصورة بتاعت y equal e power mx. تمام. افرض ان الحل y equal e power mx. طيب ماشي، ارجع للمعادلة دي. لو الواي ب e باور ام اكس يبقى الواي داش بكام؟ الام ده كونستانت، هيبقى ام e باور ام اكس. تمام. يبقى هنا في e باور ام اكس، وهنا في ام e باور ام اكس، وهنا تفاضل تاني يعملها الديريفيتيف سكند ديريفيتيف، هتبقى ام في ام، ام سكوير e باور ام اكس. خد e باور ام اكس كومن زي ما انا عاملها هنا، هيتبقى معاك الجزئية دي. طبعا e باور ام اكس دي مستحيلة هتساوي الزيرو، هتقسم عليها هيدي لك ايه؟ هيدي لك a m سكوير زائد b m زائد c ايكوال زيرو، وهتبقى هي دي المعادلة. طب دلوقتي، ودي بتسمى كاركترستيك ايكويشنز او اوكزيلري ايكويشن. دلوقتي هتبتدي تعمل ايه؟ هتبتدي تجيب الحلول دي، معادلة كوادراتيك اللي كنت بتاخدها زمان في ابتدائي او اعدادي، هتحللها وهتجيب الحلول بتاعت الام. وهيبقى عندك كام كيس؟ عندك 3 كيسز زي ما انا عاملهم بقى بالتفصيل في الجزئية دي. اول كيس، اول كيس عندك لما تيجي تعمل فاكتورايزيشن للمعادله اللي هي a m سكوير زائد b m زائد c ايكوال 0، هتحللها عادي. لو طلع الام هتطلع حلين، لو طلعوا ديستريكت يعني مختلفين، يعني الام 1 ما بتساويش الام 2، يبقى ديت كيس 1، تروح فارض على طول ان المعادله الحلول بتاعتها هتكون e باور الاولاني مضروب في x زائد ثابت e باور الثاني مضروب في x. تمام. يبقى c1 e باور m1 x زائد c2 e باور m2 x، الام 1 والام 2 اللي انت هتطلعهم من الايكويشنز اللي عندك. تاني حل، لو طلعوا متشابهين يعني الام 1 والام 2 قد بعض وانا سميتهم بام، بتروح فارض الحل الاولاني هيبقى e باور نفس الرقم mx
زائد يعني ثابت في e باور ام اكس زائد ثابت تاني x e باور ام اكس. تمام؟ عشان انت لو جيت هنا شلت الاكس دي هيبقى الحل الاولاني عبارة عن الحل التاني. هتقولي بس الثوابت مختلفة، ما هي في الاخر كلها ثوابت مجال انت مش عارفها. تمام؟ فبتروح حاطط هنا اكس خلاص، يعني ممكن تروح عاملها c1 زائد c2 في x e باور ام اكس. الحل التالت ده بيكون معقد شوية لو طلع معاك كومبلكس، جيت تحلل المعادلة وطلعت كومبلكس في الصورة بتاعت الفا بلس او ماينس اي بيتا، بتروح قايل ايه بقى؟ بتروح قايل ان الحل بتاعي هيكون e باور الفا تفتح براكت c1 كوزاين بيتا اللي هي هتكون قصاد الاي مضروبة في x زائد c2 ساين بيتا مضروبة في x. تمام؟ وهنا بفكرك ان ال e باور اي بيتا اكس تتفك كوزاين بيتا زائد اي ساين بيتا اكس اللي هي اويلر فورمولا. تمام؟ تعال كده ناخد مثال، تعال كده ناخد مثال ونشوف الدنيا معانا ماشيه ازاي. تعال كده ناخد مثال ونشوف الدنيا معانا ماشيه ازاي. مثال زي دوت، تعال كده نشوفه بالراحه وهنفهم اللعبه ماشيه ازاي. اعطي لك سؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك y دبل داش زائد 4y داش بلس 3y ايكوال 0. تبتدي تجيب الحلول، بتعمل ايه؟ تكتب له بس تعالى كده ناخد مثال زي دوت ونشوف الدنيا معانا ماشيه ازاي. بيقول لك هات الحل للمعادله اللي بالصوره دي. اول حاجه هتعملها هتكتب له بس اسيوم الحل هيكون بالصوره اللي هي e باور ام اكس. تمام؟ واحنا فاهمين ان ال e باور ام اكس لما تيجي تعوض بيه هنا هيدي لك المعادله دي. طب واحد يقول انا عايز اعملها بسرعه هتطلع ازاي؟ يعني بتشيل التفاضل الثاني وبتروح حاطط ام سكوير، تشيل التفاضل الاول وتروح حاطط ام، وهنا واي ما تحطش مكانها حاجه كانك بتحط واحد. تمام؟ هيبقى مكان الواي دبل داش ام سكوير، مكان الواي داش في ام، كان قبليه في 4 يبقى 4 ام زائد 3 ايكوال 0. وصلت للمعادله المشهوره اللي كنت بتاخدها زمان. هتحلل المعادله دي، دي تتحلل ام وام، والثلاثه عباره عن 3 في 1 والاشارات كلها بالموجب، يبقى الحل الاولاني نيجاتيف 1 والحل الثاني نيجاتيف 3. تمام؟ دول ايه؟ مختلفين. يبقى دي كيس 1 اللي عندك، كيس 1 اللي هي هتبقى اي باور الاولاني واي باور الثاني، بس تحط قبل كل اي ثابت، يبقى سي 1 اي باور نيجاتيف اكس وسي 2 اي باور نيجاتيف 3 اكس. تمام؟ اقصد بالاولاني مضروب في اكس طبعا. جميل؟ وهنا بفكرك ان دي هي الواي 1، دي كده سوري دي كده هي الواي 1 ودي كده هي الواي 2. تعالى عشان نتاكد ناخد سؤال كمان. جالك سؤال بالصوره دي، بتقول له انا الطريقه اللي هستعملها انا بفرض ان شكل حل الواي هيكون اي باور ام اكس. طيب هنا سكند ديريفيتيف، هتروح شايل مكانه وحاطط ام سكوير، وواي داش تشيلها وتحط ام، والواي تحط الواحد، هيبقى ام سكوير بلس 6 ام بلس 9 ايكوال 0. هتعمل فاكتورايزيشن هيطلع معاك ام وام، والتسعة عباره عن 3 في 3 وكل الاشارات بالموجب، يبقى الحل الاولاني هو الحل الثاني وطلع معاك بنيجاتيف 3. يبقى ديت اللي هي كانت ايه؟ ديت اللي هي كيس 2 اللي هي الريبيتد روتس. تمام؟ ما الحلول دي اللي هي الروتس يعني. ديت بتروح عامل ازاي؟ بتروح قايل سي 1 زائد اكس سي 2 مضروبه في اي باور الحل اللي هيكونوا الاثنين قد بعض، وتروح ضربه في اكس، يبقى هنا طلع معاك الحل اي طلع معاك الحل نيجاتيف 3. هتروح قايل ان الاجابه اي باور نيجاتيف 3 اكس مضروبه ايه بقى؟ سي 1 بلس سي 2 في اكس. دي لو انت جيت حللتها هيدي لك سي 1 في اي باور نيجاتيف 3 اكس، المضروب في قصاد السي 1 بسميه واي 1 اهي. وهنا لو جيت وزعتها هيدي لك اكس اي باور نيجاتيف 3 اكس مضروبه في السي 2 اللي بيتضرب قصاد السي 2 بسميه واي 2 اهي. مجرد بس بفكرك. تعالى ناخد مثال تاني، مثال تاني عشان نفهم الموضوع. اعطالك معادله بالصوره دي، هتبتدي تحلل، شيل المشتقه تانية وتحط ام سكوير، المشتقه الاولى وتحط ام، وهنا متحطش حاجه. هتبتدي تعمل فاكتورايزيشن، هتلاقي العمليه مش ماشيه معاك. ليه مش ماشيه معاك؟ لان انت بتقول كام في كام يديني 5، تمام، ومجموعهم نيجاتيف 2، فهتلاقي العمليه مش ماشيه. فهتستعمل الجنرال رول اللي اخدته زمان. الجنرال رول دوت الرول بتاعه بتقول ايه؟ بتقول نيجاتيف بي، بتسمي دي الاي اللي هنا الاي، واللي هنا البي، واللي هنا السي. حاول اكتبها لك. يبقى عندك الاي بواحد، والبي
بسالب 2 والسي ب5. تستعمل الرول اللي اخدته زمان، كان بيقول نيجاتيف بي يبقى بلس 2 اهي، موجب او سالب روت بي سكوير سالب 2 سكوير ماينس 4 اي سي يبقى 4 في 1 في 5 اهي على اوفر 2 اي يبقى 2. ديت هتدي لك ايه؟ تبتدي تدربها كلها هيدي لك جذر سالب 16. طبعا جذر سالب 16 دوت اللي هو ب 4 اي، تمام؟ وكان في قبلها موجب او سالب وقبلها 2، تبتدي تقسم بقى 2 على 2 ب1 و4 اي على 2 ب2 اي، يبقى عندك حلين اللي هي هيبقى 1 زائد 2 اي و1 ناقص 2 اي. ممكن طبعا تعملها الآلة على طول. الحاجه اللي هنا دي طبعا كيس 2، الكومبلكس دي كيس 2. الحاجه اللي هنا دي بسميها الالفا، واللي قصاد الاي ده انا بسميه البيتا. جميل، حلو. وتبتدي بقى تعوض في كيس 2. كيس 2 كانت بتقول لك ايه باور الريال اللي هو الواحد اللي هو الالفا مضروب في اكس، يبقى ايه باور اكس، تفتح براكت سي 1 كوزين البيتا مضروبه في اكس زائد سي 2 ساين البيتا مضروبه في اكس. البيتا هنا ب2 والالفا اللي هي كانت في الرول اللي هي بتبقى الجزء الريال اللي هو بعيد عن الاي هنا ب1. تمام. طبعا لو انت عايز تجيب بقى الواي 1 والواي 2 توضحهم، هيبقى الحاجه اللي قصاد السي 1 اللي هي دي في دي، والحاجه اللي قصاد السي 2 هتبقى الواي 2 اللي هي اي في الساين. تمام، كاتبهم لك انا هنا بخط واضح. تعال ناخد مثال تاني كده، احنا غطينا الثري كيسز، دي كانت الكيس الثالثه اللي بيكون فيها مشاكل شويه. تعال ناخد مثال تاني يوضح العمليه. اعطيلك ايكويشن بالصوره دي، هتبتدي طبعا بتقول شكل الحلول بتاعتها هتبقى اي باور حاجه، واي دبل داش هيبقى ام سكوير، والواي داش هيبقى بام، والواي دي مكانها بواحد، وما تنساش ان كان في دي مضروبه في 4 ودي مضروبه في 13، يبقى بقى عندك شكل المعادله ام سكوير بلس 4 ام بلس 13 ايكوال 0. هتبتدي تحلل، هتلاقي العمليه مش ماشيه، تمام؟ فهتستعمل الجنرال رول. هنا عندك الاي بواحد والبي ب4 والسي ب13، وهتستعمل الرول بيقول نيجاتيف بي بلس اور ماينس روت بي سكوير ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. تعوض معموله بالتفصيل اهي، هيديلك الحلول نيجاتيف 2 بلس ماينس 3 اي. الالفا هي الحته الريال، الالفا هي الحته الريال، ثانيه واحده اهي، الالفا دي الالفا، والحاجه اللي قصاد الاي دي كده لوحدها من غير الاشارات من غير اي حاجه دي البيتا. دي كيس 2، تمام. دي كيس سوري دي كيس 3 بتقول اي باور الريال، تفتح براكت سي 1 كوزين بيتا بلس سي 2 ساين الايه ساين البيتا. تمام. تعالى ناخد مثال تاني، تعالى مثال تاني زي دوت، هتبتدي تعوض هنا. بص بقى، طبعا المعادله دي اتسمت سكند اوردر ديفرنشال ايكويشنز عشان اعلى تفاضل هنا في المعادله هو التفاضل الثاني، اعلى ديريفيتيف في المعادله دي هو السكند ديريفيتيف، فتتسمى سكند ايه سكند اوردر اوردينال ديفرنشال ايكويشنز. جميل. فكون اللي انت ممكن ما تلاقيش التفاضل الاول ده شيء وارد. هنا انت ما لقيتش الواي نفسها خلاص، كان الواي دي كانت مضروبه في سي، كان السي بزيرو، تمام؟ فعادي اللي انت تلاقي المعادله فيها حاجه ناقصه، بس اهم حاجه تلاقي فيها التفاضل الثاني، والا لو ما كانش فيها التفاضل الثاني كانت هتكون الفيديوهات القديمه اللي هي بتاعت الفيرست. جميل. هتبقى ديت ايه بقى، تبتدي تحلل، هتبقى تبتدي الاول تستعمل الاوكسيلري ايكويشن الكاركترستيك ايكويشن، هتبقى 4 ام سكوير زائد ام ايكوال 0، مفيش هنا واي عشان احط مكانها واحد. تاخد الام كومن، اوعى تروح مطير الام، لان انت لما تطير الام في حل بيطير، ده مش هيكون مظبوط لان في حل بيطير واحتماليته تكون بزيرو، فانت بتقسم على الزيرو وهو اصلا في زيرو، فده مش سليم. الطريقه السليمه ان باخد الام كومن، وعندك ام مضروبه في 4 ام بلس 1 ايكوال 0، يبقى عندك احتمالين، يا اما الام بزيرو يا اما ال 4 ام بلس 1 ايكوال 0. والله لو الام بزيرو ماشي، ال 4 ام بلس 1 ايكوال 0 هيدي لك ايه؟ هيدي لك ان الام بنيجاتيف 1 اوفر 4. عندك دول مش متشابهين، دول مختلفين، صح؟ هتقول سي 1 اي باور الاولاني، هتقولي ازاي انت مش عامل اي باور الاولاني؟ لا، اي باور الاولاني معمول هيبقى اي باور 0 في اكس اللي هو بواحد، عشان كده ما اتكتبش. وسي 2 اي باور الثاني في اكس، تمام. الحل الاولاني واحد اللي هو اي باور 0، واحد اللي هو اي باور 0، والحل الثاني اللي قصاد السي 2 هيبقى اي باور نيجاتيف 1 اوفر 4. نكتفي بالقدر دوت من الامثله.
اتوقع خدنا كذا مثال يمررنا على الكيسز، والعملية سهلة سهلة جامد يعني بطريقة كبيرة، لان اللي بيحصل هنا هيكون ستيب في الفيديو اللي جاي اللي هو النون هوموجينيوس اوردينري ديفرنشال ايكويشنز ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وبالتوفيق. سلام.